يلا مروان. تعالى مهلا. جميلة. يلا مروان. يا اهلا وسهلا يا شباب. نورتوا الورشة غالية. ما تلاقوش ما فيهاش حاجة، سليمة إن شاء الله. لا حضرتك فاهم غلط، إحنا هنركن بس 10 دقايق. تركن بس؟ طب شيلوا القرف ده من هنا عشان ده محل اكل عيش. لما تتكلم عدل يا جدع، انت في ايه؟ الله، هو كل واحد عنده حته حق صغير خايف عليه ومش عايز حد يركن قدامه؟ طب مش هنشيل، مش هنشيل، مش هنشيل عادي بقى. وختام النادي يا ابراهيم. تعمل ايه؟ تعمل ايه انت؟ بتعمل انت عايش وشك عايش وشك. بديك فرصه هنطلع البلاغ ده. انا بصلح بس. لا مش للدرجه دي، فامسك موال لعلمك. مش حلو يعني بتعمله ده عشان انت في منطقتك، يعني مش موجوله. وكلمه تانية، هفرد الحزام. تفرد الحزام؟ ايوه. همشيل القرف ده من هنا. يا شيل القرف ده من هنا، ده انت مستهيفنا بقى. يا هو مستهيف؟ ايه المفاجاه دي؟ وقت الضرب ويتعلم عليك كمان. ليك شوف حاجه؟ يا لا يا باشمهندس، مالناش شوف حاجه. عشان ما انا بكلم الاستاذ. انت ايه اللي دخلك تسال كبير المنطقه؟ ايه اللي دخلك؟ هو معاه حق. لما انت تتكلم وانا واقف يبقى لازمتي ايه؟ الراجل بيسال ايه دخل؟ انا اقول لك احنا فينا من كده ولا ايه؟ اقف فيك يا ابني. لا 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 لا، وكده كمان. ليه العنف ده يا استاذ؟ انتوا جايين لمين يالا؟ مش مين اسمها ايه؟ منار. منار جايين لمنار. منار مين ياه؟ انت ما فيش العالم كلها الا منار اختك كريمه. يا رفيع يا نهار اسود. يا رفيع انا نفسي اتجوز. معلش اصل هيما اخويا كبير الحته، مفيش لا شرده ولا ورده بتعدي من تحت مناخيره. خش انت بيت دلوقتي. طب عشان كلكم شيش. خش جوه بيت. وانت بقى لمؤاخذه يعني ظروفك يا زميلي؟ الحمد لله الحمد لله. ظروفك ايه؟ ظروفي انا وقوف وقفه طمان. الحمد لله موظف في السوبر ماركت وباخد 1000 جنيه في الشهر. وبناخد حوافز كل 4 شهور، يعني اكيد منار موصله المعلومه دي حضرتك يعني. وهتفتح بقى بيت ازاي ب 1000 جنيه مفتح؟ ها؟ ما ان شاء الله باين بيه ان شاء الله. يا ربنا يسهل مرتبي على مرتب منار وربنا يسهل. يعني انت حاطط عينك على مرتب البيت؟ يعني انت طماع يا زميلي؟ تصدق فعلا شكلي طماع. انا طماع. انا اسف انا اسف. انت عندك حق. سلام عليكم. يلا اذنك اقعد يا انت. هو المهم عندك مقله؟ عندك شقه يعني؟ ده رؤوف عنده حته دين شقه تحفه في مصر الجديده. مصر الجديده؟ بنت دي طول عمرها حظها قليل. والله انا راح اشوف الشقه. طبعا شقه اختي الوحيده شقتي، لازم اطمن عليها. مش اي منطقه كده والسلام تسكن فيها هي يعني. ها؟ طبعا حضرتك يعني تشوف وتأنس طبعا اكيد. عن اذن حضرتك. يلا عن اذنك. ما تخبط يو. هو الا عن اذنك. عن اذنك تخش يا فاكر انت مسكني مين بترجعني ولا ايه؟ لا يا ابو ايه. اخلص يو. انا بفهم حضرتك. ودخلت معايا البيت وخدت وديت معايا في الكلام وعايز تخلع. عايز تخلع. الناس اللي بره في الحاره دي تقول عليا ايه؟ تقول المعلم ابراهيم ايه؟ هتقول كل خير. انا مش مظبوط يا مروان. مالك في ايه؟ مش عارف مش عارف مش عارف يا مروان. دي في ايه؟ بقى موضوع الخطوبه والهبل ده ما ياكلش معانا عشان احنا عيال ولاد بلد. هتفضل بقى داخل خارج عروستي. لا ثاني ما لا بحبك. لا انا دمي حامي شطه مولع.